طاقة القراءة، أنت في حالة استقرار وفي نجاحات كبيرة في حياتك، أنت تقوم بإنجازات عملية كبيرة ومهتم بنفسك ومواصل عملك، وفي هذه الفترة أنت متباعد عن أي أمور عاطفية، أنت منهمك جدا في عملك. ترى الحبيب بأنه ربما شخص عنيد متمسك بأفكاره ومتمسك بأمواله ربما، أو تراه بأنه متباعد قليلا، لا يريد أن يكون معك في كلام أو يتواصل أن يتواصل معك. الحبيب أيضا هو مشغول، احتمال بأنه متباعد أيضا لأنه مشغول أيضا في عمله، فهو متباعد، عنده أعمال أخرى أيضا كما طاقتك كما هي طاقته، أنت مشغول في عملك وهو مشغول أيضا في عمله وإنجازاته، ولكنه حزين، احتمال بأنه يكون بسبب هذا التباعد أنه هو حزين جدا للفراق لأنه مبتعد عنك، وهو يحاول أن يركز على عمله أكثر لكي يخرج من هذه الطاقة السلبية التي هو فيها ولكي يحاول نسيانك. هو جدا يحبك وهو يراك كالنجمة في السماء، وهو الآن مفتقدك جدا ومتباعد عنك. طاقتك لهذه القراءة، أنت تعيش في أسرة، ربما تكون أنت متزوج وعندك الأطفال، وأنت تعيش حياة فيها استقرار أسري على الأقل، واستقرار مادي أيضا، واستقرار عاطفي، فأنت في علاقة، ربما تكون في علاقة زواج، وأيضا الحبيب هو أيضا في علاقة زواج، ربما تكونان مع بعضكما متزوجان وعندكما أطفال، أو ربما تكونان كما ظهرت لي في هذه الطاقة، تكونان ربما كنتما في زواج والآن منفصلين مبتعدين عن بعضكما، وأنت في عملك وهو في عملك، أنت في حياتك وهو في حياته. ربما هذه احتمالات، ربما تكونان في علاقة زواج مع بعضكما البعض، أو ربما تكونان كنتما في علاقة زواج والآن كل واحد في زواج آخر، أو ربما أنتما تحبان بعضكما البعض وهو في زواج وأنت في زواج. هذه 3 احتمالات. هذا الحبيب هو مستقر أيضا في ضمن أسرة، وهو مستقر ماديا لدرجة عالية، وهو إذا كان هذا الحبيب امرأة فهي تعيش لنفسها ولأولادها وعندها استقرار مادي وعاطفي كبير. مشاعرك تجاه الحبيب، أنت تراه منهمك في عمله، منهمك في عمله جدا، ويعيش من أجل حياته وإنجازاته، أو أنه كما تراه هنا، هذه طاقة الحبيب، تشعر بأن الحبيب هو في طاقة عمل كبيرة، أنه مشغول في عمله جدا، وهو يظهر هنا بأنه مشغول في عمله، أو أن الحبيب تشعر بأنه هو في علاقة ثلاثية غيرك، تشعر احتمال بأنكما متخاصمان مبتعدين عن بعضكما بسبب علاقة ثلاثية دخلت بينكما، إما زواج آخر أو كنتما في علاقة ودخلت امرأة أخرى، فهو انشغل عنك في أمر آخر شكل كسرة قلب بالنسبة لك. هذه هي البطاقة، الآن سندخل عليها. مشاعر الحبيب تجاهك، هو يشعر بأنك تحاسبه كثيرا على كل أمر في حياتك، فاحتمال بأنك كل يوم إذا كنتما في علاقة زواج، هو يشعر بأنك جدا تقيده في أسئلتك وفي محاكمتك له، احتمال بأنك تشك بأنه في علاقة ثلاثية وأنت تحاسبه، أين كنت، لماذا لم ترد علي على الهاتف، لماذا كذا لماذا كذا، يوميا احتمال بأنه
يشعر بمحاكمتك ومحاسبتك له بشكل دائم، أو بأن بسبب هذه العلاقة الثلاثية التي دخلت بينكما سببت انفصال وطلاق، وبينكما الآن قضية بالمحكمة. هذه احتمال آخر أيضا، أو بأنهم منفصلان والآن في حالة، أنتما في حالة طلاق، إما بسبب علاقة ثلاثية أو بسبب أي شيء آخر. نوايا الحبيب تجاهك، هو ينوي أن يخرجك من هذه الطاقة الصعبة التي أنت فيها. هو يشعر بك، يشعر بك بأنك كما ظهر لنا في الطاقة، فأنت الحبيب هو حزين جدا، حزين جدا. هو ينظر إليك ويراقبك وهو حزين جدا لفراقك، وهو يراك شيئا كبير في حياته. هو يحبك لدرجة كبيرة، وهو مجروح من جراء ما حدث أيضا معكما. هو يشعر بكسر القلب، وأنت والحبيب باتجاهك أنت تشعر بكسرة القلب، عفوا، أنت تشعر، هذه طاقتك، أنت تشعر بكسرة كبيرة من القلب. أنت هنا تظهر طاقتك بأنك مستقر في عائلة، ربما تكون مستقر في عائلة، ولكن هناك في قلبك جرح كبير من الماضي ما يزال مرافقك إلى هذه اللحظة. هو يحس بهذه الكسرة القلب وينوي على أن يخرجك من هذه الطاقة، ويحاول إرضائك بأي طريقة، ويقدم لك عرض آخر للزواج. فأنت بالنسبة له توأم الروح، هو يحبك كثيرا ولا يستغني عنك ولا يقدر أن يعيش بدونك، فأنت مكمل له، وأنت الشخص الذي يتمنى أن يكون معه دائما ولا يتركه أبدا. هذه هي مصير العلاقة. احتمال بأنه سيقدم لك عرض بالزواج مرة أخرى، ويطلب منك بأن تجلسان وتتحاكمان مع بعضكما وتفكران بالعقل والمنطق، ويكون بينكما كلام. هو يريد أن يظهر لك حقيقة مشاعره، وبأنه يحبك ويريد أن يكون معك. وسيحصل كلام، ولكنه كلام موزون وعقلاني، وستتفقان على أمر يرضي الطرفين. أنا أجد بأنكما ستتفقان على أمر يرضي جميع الأطراف. ربما تكون عندك شروط وعنده شروط، وتجلسان في جلسة وتتحاكمان بشكل عقلاني، أو بأنكما في هذه الفترة بعد هذه المحكمة، هو لا يريد الوصول إلى هذه المحكمة أو إلى هذا الطلاق الذي أراه هنا. هو يريد أن يحل هذه المشكلة التي بينكما بشكل عقلاني، ويخرجك من هذه الطاقة، طاقة الزعل وكسرة القلب التي أنت فيها، ويكون معك حكيم وعقلاني، ويعطيك حقك بالعدل، ويعطيك ويعيد إليك حقك. نصيحة هذه القراءة، تقول هذه الورقة: إذا كنتما في زواج ولا تصلح هذه العلاقة لأن تكونان مع بعضكما من جديد، فمن الأفضل منكما أن تخرج من هذه طاقة الزعل، فهو ما زال يحبك ويريد إرضاعك بالعقل أيضا. فاخرج من هذه الطاقة، واتفقان على أن تكونا أصدقاء، وليذهب كل واحد منكم في طريق. وإذا كنتما غير متزوجين، أو هو متزوج وأنت غير متزوجة، وتصلح بينكما علاقة الرجوع لهذه العلاقة، فاتفقان أيضا بالمنطق والعقل، وهو سيعيد لك كل حقوقك، ويخرجك من طاقة كسرة القلب التي أنت فيها ونزعل، وخرجان مع بعضكما في نزهة، في تغيير جو، غيرا مكان إقامتكما، سافران إلى الخارج، اعملا أي عمل
تعيدان بها شعلة العلاقة وحياتكما وتجديد الحياة من جديد، أو اذهبان مع بعضكما وإلى مكان آخر وتزوجا بعيدا عن هذه المشاكل التي في المكان الذي أنتما فيه حاليا. هذه هي نصيحة القراءة، وأرجو أن تكون واضحة. شكرا لكم برج الأسد على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.